الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنتكلم في هذه اللحظات القصيرة عن أمر يشغل العالم جميعا، كل العالم مهتم في هذا الأمر، ألا وهو التغيير. كل العالم يريد أن يتغير، كل واحد يريد أن يتغير للأفضل، لكن إن لم يكن الجميع، نقول أكثر الناس ضلوا عن الطريق الصحيح للتغيير. ونحن نتكلم في حقيقة الأمر اليوم عن التغيير الذي يشغل عندنا في هذه في البلاد أو في الأمة. هل التغيير يبدأ من القاعدة إلى القمة أم يبدأ من القمة إلى القاعدة؟ وما هي وسائل التغيير؟ هل التغيير كما يفعل أصحاب التقليد؟ هناك من يقول لك أنا أريد التغيير، هو لا يريد التغيير، أو ضل عن الطريق الصحيح للتغيير فقلد. فقال إيش يعني قلد؟ حكى لك والله أنا مش راضي عن الوضع، في فساد، في كذا، طيب إيش الحل؟ أطلع مظاهرة، أوقف اعتصام، أصرخ كذا. طيب هل حليت مشكلة؟ أنت ما حليت مشكلة، أنت هون ما حليت مشكلة. لو حليت مشكلة تعال راجعني أو راجع أي واحد. طيب ما هي الطريقة الشرعية للتغيير؟ ولماذا يعني أنا اهتمامي ليش إحنا مش عارفين نتقدم للصحيح أو للتغيير الصحيح؟ لأمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل جعل هناك، وكلام الله عز وجل لا يتغير، وحاشا أن يتغير كلام الله، وأعطانا قاعدة إلهية عندما قال الله عز وجل في كتابه العزيز: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما في تغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآن وضحت القاعدة، القاعدة يبدأ التغيير من القاعدة إلى القمة، من النفس، من أنفسنا، إن الله لا يغير ما بقوم. ما قال ما يغير بأولياء الأمور ولا. وأيضا تجلى ذلك في قول الله: إن تنصروا الله ينصركم. كيف ننصر الله وربنا سبحانه وتعالى محتاج منا نجهز جيوش وكذا عشان ننصر له؟ هو يستطيع أن يأتي بالنصر دون. إن تنصروا الله ينصركم، أي تتبعوا أحكام الله وتتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الله وأوامره، بأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في السنة النبوية صلى الله عليه وسلم، لما جاء عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة قال له: يا محمد، بمعنى أراد أن يفاوضه، قال: يا محمد، إن كنت تريد مالا جعلناك أكثرنا مالا، وإن كنت تريد جاها جعلناك أكثر واحد جاها، وإن كنت تريد ملكا نصبناك علينا ملكا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض، لأنه جاء بأوامر إلهية، وجاء ليبشر وينذر، جاء مبشرا. والقاعدة كما قلنا تغيير الناس وجعل الناس يخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، فهذا كانت بداية النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما في بداية الدعوة الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم بالنصرة، أن الله قال غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: كانوا اللي قبلكم يعذبوا ويؤتى بأحدهم وينشر بالمنشار، وكان يصبر. اصبروا، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، وعلمهم الصبر، ومكث 13 عاما وهو يكون
هذه الأمة العظيمة. لذلك أول غزوة غزاها الصحابة بعد 13 أو 15 سنة كان عددهم 300 رجل. 15 سنة النبي صلى الله عليه وسلم ربى 300 رجل، وهم كانوا القاعدة الأساسية لحكم العالم بعد ذلك. فكان التغيير من النفس. واعلموا حفظكم الله بأن أعظم جهاد هو جهاد النفس. إذا لم تتغير فلن تغير. أنت تغير، يعني تطلع لي تصرخ ومش عارف إيش وأنت ما بتصلي، والله كان أنت مشكلتك مع نفسك. الحل هو ثلاث كلمات: ففروا إلى الله. هذا هو الحل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خير أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا، ما اختار أن يكون ملكا. تواضع لله. فالتغيير يبدأ من النفس. تواضع يا أخي، امشي بما يرضي الله، ارجع إلى الله، عد إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله مشكلتنا لا هي مع مشكلة فلسطين ولا الأقصى، ولا مشكلتنا مع أنفسنا. عدونا هو نفسنا. لو استطعنا أن نغير أنفسنا لحدثت المعجزات. إن تنصروا الله ينصركم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بقوم. يا أخي تغير. الطريق طويلة في التغيير، الطريق طويلة، لأن هذه طريقة الله وطريقة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا لم نغير كما أراد الله وكما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لن نتغير ولن نفلح، وسنضيع أوقاتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالطريق واضح. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرشدنا إلى طريق الله وطريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وكما فهم ذلك الصحابة، عندما فهم الصحابة هذه المعضلات وهذه الإشكاليات، بأن الله لم يكن مغيرا قوما حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن تنصروا الله ينصركم، غيروا ما بأنفسهم وتربوا كما رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إياكم والتقليد. أنتم أصحاب إرث إلهي، إرث نبوي. ليش أروح أدور على قواعد وأدور على قوانين وأدور على أمور ثانية، وأنا أتعصب لحزب وأتعصب لمش عارف إيش واعتصام ومظاهرة. اتقوا الله وارجعوا إلى الله. هذه هي الطريقة الصحيحة. هذا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.